الحاوي وليد سليمان، لقب حصل عليه من الجماهير والإعلام الرياضي وكل المعلقين الرياضيين. مش كل الناس وليد ولا كل مباصي لعيب. وليد سليمان انتقل للأهلي سنة 2011، لعب في الأهلي 11 سنة ولعب أكتر من 300 مباراة، جاب فيهم أكتر من 75 جون وساعد في 50 هدف، والناس اطلقت عليه الحاوي لانه له اهداف فعلا ما يجيبهاش غير حاوي. وليد سليمان الحاوي، الحاوي عدى الثقوب من الحاوي، تعدوا الهدف، الحاوي الحاوي الحاوي. اما الاسيستات اللي بيعملها وليد سليمان فملهاش حل. يلعب الكره اللي في العمق وليد سليمان، الخطا المتكرر صلحها حلوه يا ولد. وبكده يبقى وليد سليمان معاه 21 بطولة كسبهم وهو في الأهلي، وأعلن وليد سليمان اعتزال الكورة، والجماهير بتقول له باي باي يا حاوي. وليد سليمان عالمي، ايه ده ايه ده ايه ده.